كنت طبيب نفسي وقريب من اللعيبة، ده مش ممكن يبقى في المدير الفني الأجنبي للأسف. لا، هو المدير الفني الأجنبي ممكن يكون من خلال منتخبه أو منتخب بلده، لكن مش مع منتخب مصر. المدير الفني الأجنبي عاوز يكسب، ما بيهموش بقى اللعيب ده مغزى زعلان، اللعيب ده لازم نفسيا ومعنويا تعالجه. لا، ما عندوش، مش عارف يشغل لهم اغاني زيك يا كابتن. لا، مش هيعرف. هي دي كنت بتشغل لهم اغاني؟ بص حضرتك يا مدام، دي حاجه، بص حاجه بتاعت ربنا، ان هو يجيب لي الفكره دي عشان انا اشوف اللعيبه مركزه ولا مش مركزه. لكن في هرج ومرج في الاوضه، انت عارفه بقى اللي بيتدلك واللي عاوز يربط واللي عاوز البنداج ما اعرفش ايه وبتاع، فدي في دوشه. طب انا عاوز اشوف الدوشه دي هيبقى سببها هم عاوزين يعملوا دوشه ولا هم هيركزوا. وجات الفكره دي برضو من توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وكان عمرو زكي مسجل لي هي الاغنيه بتاعت شيرين اللي ما شربش مننا، لان هي طبعا كلماتها حلوه قوي، الصوت حلو قوي، اللحن جميل قوي، يعني حاجه ايه، تبقى لما تحسيها هنا بتسمعيها بعقلك هتحسيها بقلبك يعني. فلقيت ان اللعيبه كلها بدات تسمع وبدات تهدى، وبقتش اسمع صوت خالص غير صوت الاغنيه، ودي كانت عطت باور جامد جدا وبوشنج جامد للعيبه، واللعيبه نفسها كانت بتتحدى نفسها قدام الفرقه دي.